مسموح الاصل ديالي فيما يخص المشكل الحالي اللي كيروش في مسموح تاريخ كرة القدم لنهضة الشباب لنهضة سلوان ومعروف ان التأسيس ديالها من طرف قيدوم مدينة سلوان المعروف والملقب بمانسيو عرفت عدة إنجازات في عهده ومن بعده تلات عدة رؤساء اللي نالوا شرف التسيير في هذا النادي. احنا ما نكروش حاليا بأن تحققوا إنجازات في عهد الرئيس ويستحقوا أن تصفقوا لهم ونقول لهم مبروك لأن فريق نهضة سلوان هو فريق لجميع ساكنة سلوان وإنجاز طيب ونتمنوا إن شاء الله الاستمرارية وألقاب أخرى وصعود لدرجات أخرى. لكن كسياسيين اللي ارتأيناه ولاحظناه أن تمت بعض التصريحات من أنا ما كنوش كلمتي الأشخاص وإنما غير كنور الرأي العام الكلمة اللي خرجت من بعض الأشخاص من المكتب المسير تجاوزت حدود النقد البناء لأن ضربت في أشخاص سياسيين أشخاص معروفين عند الكبير والصغير مدينة سلوان بالخدمة اللي كيقدموها للمدينة أشخاص من أعيان المدينة أشخاص عندهم تاريخ كيشهد عليه ساكنة سلوان أبا عن جد عن أناس يحملون أخلاق طيبة معاملة طيبة محبين لمدينتهم لوطنهم إلا أننا تفاجأنا أن بعض الأشخاص من المكتب المسير يضرب في الأشخاس شخص معين هو السيد جمال الحمزاوي الذي يعتبر من الأغلبية الساحقة الحالية لمجلس مدينة سلوان. وبهذا رسالتي واضحة أن من يمس السيد جمال الحمزاوي كشخص فهو يمس المجموعة 19 يعني إحنا يد واحدة بالنسبة لنا كمجموعة الأغلبية الساحقة لجماعة سلوان إحنا ما غنبقاوش نتفرجوا ولا يدينا يبقاو مكتفين يدينا أننا نتفرجوا أن أحد من الأفراد ديالنا ومن المجموعة ديالنا تسب وتهان ولكن في نفس الوقت عندنا طرق أخرى سلسة وعقلانية اللي غنردوا بها على التصاريح اللي كان فيها الساب والشتم وربما حملت نوع من التهديد أن غنفضح مثلا غنفضحوا غنديروا لذا كنقولوا لهاد الناس اللي عنده شي حاجه مثلا انه غادي يفضحها ولا ما يتعطلش خصو يزرب يديرها لان حاجه ديال الحق خصها تبان. مجموعه 19 قالت لا عندها دراسه وتقارير علاش قلنا لا استنتاجات علاش قلنا لا ما جيناش غير قلنا حنا لا مثلا الجبهيات السابقه ان ما ندعموهاش كانت من كنا حنا كاقليه ومعارضه كنا دائما كناديو بان خص هاد الجمعيات خص نلقاو لهم حل على الطريقه اللي غادي نعطيو لهم المنح. علاش؟ لان كانت بعض الجمعيات اللي غير نشيطه في المجتمع المدني ديال مدينه سلوان وكانت كتحصل على منح. حنا ما كانش عندنا القرار الاغلبيه اننا نحدو هاد الجمعيات اللي غتحصل على المنح. اليوم كنملكو القرار جات في واحد المرحله شويه حرجه ان كنا خدينا سياسه البلوكاج اللي احنا اليوم احنا كندرسوا بعنايه وبجديه حلول في القريب العاجل ولكن ديما غنبقاو على نفس المبادئ ونفس الاهداف ان ماشي كل الجمعيات غادي تحصل على المنح وخاصه الجمعيات اللي تغير المسار ديالها مؤخرا الجمعيات الرياضيه او الثقافيه اللي تعمل وتنشط في المجال ديالها وتحترم القانون الداخلي ديالها وتحترم الاهداف اللي كتنوط ليها راه غادي نساعدوها ونلقاو لها شي حل في القريب العاجل. الجمعيات اللي خرجت عن المسار الرياضي ديالها او المسار الثقافي او اي اهداف كانت منوطه او اي شكل من انواع الجمعيات راه اوتوماتيكمون يعني ما غنعطيوهاش وما غندعموهاش. لذا اي جمعيه اللي اليوم خرجت على المسار ديالها انا كنصحها باش تسحب الثقه كنعيطها تسحب الثقه من الاشخاص اللي خرجوا من المجال الرياضي للمجال السياسي لان السياسه حنا كنامنوا بها السياسه كنامنوا بها ولكن فاش الحملة الانتخابية ديال 2021 أي واحد أي مغربي أي واحد مدينة سلوان أي واحد عنده الحق يمارس حق الشرعية باش يترشح وتا هو يكون يمكن تكون عنده فرصة باش يكون عضو أو مستشار ولكن اليوم مازال حنا في 2019 مازال كنهضرو غير على مشكل المنح. تفاجأنا قلت لك مؤخرا أن بعض الأشخاص وجه الاتهام السيد جمال الحمزاوي مباشرة على أن على أساس أنه هو اللي بلوكا المنح هذا يعني خارج عن المنطق وغير صحيح. 19 خدات قرار ديال 19 خدات مجموعة 19 الأغلبية الساحقة خدات قرار أنها توقف دير نوع من البلوكاج روتيني نوع من السياسة اللي خديناها حنا كنكتب أولا حتى باش نعطيو الدرس لواحد المجموعة السابقة اللي كانت
كتمارس السياسة وكتأخذ قرارات انفرادية وارتجالية. اليوم احنا رضيناها اللور وضربها الحيط وعلمناهم بأن السياسة كتكون مشتركة وبتوافق الجميع، ماشي سياسة ديال أن مثلا الرئيس يقدر يدير اللي وافق اش ما بغا ولا واحد من النائب ديالو ولا عضو ديالو أنه غادي يسير الجماعة كما بغا. اليوم الأغلبية 19 هي اللي كتسير بالطريقة ديالها. البلوكاج عنده حل في القريب العاجل ان شاء الله باذن الله. حنا كندرسوا الطريق كندرسوا الطريقه اللي غنتموا بها القول فيها حلول جميع النقاط. المدينه غادي تخدم ان شاء الله باذن الله ولكن في الوقت المناسب. فيما يخص الجمعيات، رسالتي للجمعيات مره اخرى غادي تصبروا معنا واحد المده زمنيه شويه قصيره وغنلقاو لكم ان شاء الله حل. وطبعا كما قلت الجمعيات اللي خرجت على المسار ديالها السياسي الرياضي او الثقافي او الاهداف المبرمجه ديالها راه ما غنعطيوهاش كما بغات تكون مادام حنا في هاد الثلاث سنين اللي غنقودوا الاغلبيه الساحقه في جامعه سلوان، سواء كانت ديال كرة القدم او الهوند او البيتونغ او ثقافية او في مجال كتنشط المجال الصحي اللي خرج على الاهداف ديالو راه ما غنعطيوهاش. حنا ما كنديروش الانتخابات، ايه هذيك الميزانيه اللي كتعطى راه ماشي ديالي انا ديال المجموعه 19 او هذاك راه حق كتجي باسماء الناس اللي كيستاهلوها، ولكن بحقنا حنا نميزو وبحقنا حنا نسهروا ونراقبوا على هذيك الميزانيات واش غيمشيو في الطريق في الهدف الممنهج رياضي او سياسي. اليوم حنا شفنا بان الامور تغيرت وخرجت عن المسار الصحيح، اليوم الامور غاديه سياسيه. لذا انا كنناشد المكتب وهنا اناشد المكتب المسير لنهضة سلوان، الحل في يديه، اللي بغى الميزانيه وبغى المنحه والدعم وتصوت ليه الاغلبيه اللي كتسير اليوم وعندها حق تسير حكم اغلبيه ساحقه خاص يخرج من المجال السياسي ويبقى في المجال الرياضي. ولذا كنناشدوا المكتب باش يسحب الثقة في أي عضو في أي جمعية، يسحب الثقة في أي عضو في أي جمعية من الأشخاص اللي كيمارسوا السياسة باسم الجمعيات. قرار الأغلبية اللي تخدم مؤخرا فيما يخص عدم الحضور أو الحضور في الدورة الأخيرة اللي دارت في جوج ماي، كانت مبرمجة في جوج ماي، حنا الحضور ديالنا تكتيكي ولا حضرنا ولا ما حضرناش، هذه المسائل كتكون تكتيكيه ديالنا واستراتيجيه كناخذوها بها كنبينوا للطرف الاخر بان راك وليتي غير صوري، وبها في نفس الوقت بان احنا ولات عندنا اغلبيه ساحقه خصك تامن بها رغما عنك، ولكن في نفس الوقت طالب منا الساكنه بطلب بان راه النقط اللي مدرجه في هذه الدوره الاخيره هذو نقط غير يعني انا كنشوفها نقط ما غتفيد المدينه حتى بشي حاجه لانها عباره عن ملتمسات وعباره عن دراسات اللي أكثر من دابا من 3 سنوات وهي تدرج نفس النقاط كملتمسات وما كاينش إجابات لا من الإدارة اللي غنلتمسوا لهم ولا حنا تابعنا هاد الملتمسات اللي درناهم. يعني بالنسبة لنا حنا أنا كتبان لي هاد الدورة غير غنضيعوا فيها الوقت، ولكن حنا غنديروا الواجب وغادي نحضروا إن شاء الله في الوقت اللي غنشوفوا حنا ملائم للمجموعة. وفي نفس الوقت كآخر كلمة كنوجهوها للناس اللي وجهوا السب المجموعة 19 في احد اللايفات اللي كان داروا على المباشر من طرف احد الاخوان مدينة سلوان، تسمينا بالمفسدين، اغلبية 19 تسمت بالمفسدين، مراجعة ندوة صحفية حضروا فيها المواقع الالكترونية ديال مدينة النظر اللي كنشكرهم اليوم حتى هما على الحضور ديالهم وعلى نقل الكلمة وصوت الحق للمواطن والمعلومة. سمعنا عاوتاني بان تسب احد الاشخاص والشتم والدخول في مسائل سياسيه وجدوا دوائر وجدوا، حنا ما غنردوش على داك الشيء، غنخليو الزمان ونخليو 2021 هي اللي غادي تهضر وغادي ترد. وفي نفس الوقت كنقدموا المسانده الكامله للاخ ديالنا السيد جمال الحمزاوي اللي يعد من المجموعه 19 ومن المدينه ويعرف وغير على المدينه ويعرفوا الكبير والصغير الحمد لله وتاريخ والوحده حي الوحده كتعرف شكون هو جمال وعمرو وتقطب عليه شي حد ولا وصل ليه شي حد وقال ليه لا بالعكس كيوقف مع الصغير والكبير ومع الفقير ومع الغني وبدون ما ناخذوا صور وبدون ما نتباهوا ولا نديروا نوع من صورني وانا كندير الخير، حنا ما عندناش داك الشيء الحمد لله. 2021 هي غتكون ان شاء الله باذن الله، الا فكرنا وكنا باغيين نرجعوا راه 2021 راه باقي لها عاد عامين ونص
دونك حنا خصنا نهضروا على حل المدينه